خطاب اليوماتية راه خطاب تاريخي اعترف بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على صحرائه. هذا الخطاب هذا من عمق البرلمان المغربي راه له رمزية تاريخية. الدولة التي اعترفت ايضا له واحد المكانة في المنتظم الدولي، هي عضو في مجلس الامن، رائدة في الاتحاد الاوروبي. اذا اليوماتية المغرب يكسب بفضل الدبلوماسية الملكية واحد الرهان كبير، وهو رهان ديال فرنسا. فرنسا خرجت من المواقف الملتوية واعترفت اليوم بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على صحرائه، وهذا ما ننتظره من مجموعة من الدول الأخرى الصديقة في أوروبا وفي غيرها، في أمريكا وغيرها من الدول، أنها تخرج من المواقف الملتوية وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وتعترف أيضا بأن خيار الحكم الذاتي هو الخيار الوحيد الذي قدمه المغرب، وهو خيار يعني لا خيار بعده ولا قبله. من أراده ومن يحب المغرب يجب كما قال جلالة الملك أن يرى المغرب بنظارات الصحراء، ومن لا يحب المغرب ما عندنا ما نديرو به نحن كاع أصلا. احنا مغاربة وقادرين على الدفاع عن مغربية الصحراء بتقوية جبهتنا الداخلية، بتماسكنا، بملكيتنا، بتغيير خطاباتنا، بتغيير ثقافتنا، بتغيير نخبنا. هذا الشيء كله هي مراكز القوة اللي خاصنا نشتغلوا عليها مستقبلا. اليوم الدبلوماسية البرلمانية مطالبة بتفعيل الدور ديالها، الحزبية أيضا مطالبة، النقابات مطالبة، الإعلام، الجامعات، الكل يجب أن ينخرط في الدفاع عن مغربية الصحراء، وأن نغير طريقة الترافع، تقنية الترافع، وأن نغير آليات الخطاب. إلى بغينا نربحوا الرهان مستقبلا يجب أن نغير كل شيء. المناسبة اليوم هي قضية الصحراء، ونحن طبعا صحراويين وممثلين للساكنة في الأقاليم الجنوبية. الدراعي هذه هويتنا، وهذه هي لبسنا الحقيقية اللي لبسوها دائما في المناسبات والأعياد، ابتعدنا عنها بفعل العمل. اليوم نرجع لها، طبعا أرجعتنا لها هذه الفرصة. نشكر يعني جلالة الملك، ونشكر أيضا ضيفه الكبير الرئيس الفرنسي، ونشكروا المناسبة اللي خلاتنا نذكروا الهوية ديالنا والتاريخ ديالنا اللي هو جزء من التاريخ المغربي. وبالمناسبة قوة المغرب في التنوع، الدراعة، الجلابية، الملحفة، القفطان، الهوية الأمازيغية، الهوية الريفية، العروبيين، دكالة، مجموعة من الهويات، وهذا هو اللي كي يحسدون عليه. يجب علينا فقط استثمار هذه الهويات المتعددة ونقوها ونوحدوا بيناتها، ونحاول نسوق ثقافتنا وما نحقروها. والأهم من هذا وذاك ما نحقروا اللغة ديالنا اللي هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية. نتمو نتكلموا بها شويتية، لأنه أغلب للأسف الشديد أغلب المسؤولين ديالنا كلهم كيتكلموا الفرنسي حتى داخل البرلمان. نقوي لغتنا، الهوية ديالنا، لأن جميع الدول، اليابان، ماليزيا وغيرها من الدول، فنلندا غيرها من الدول اللي عرفت واحد النهضة كبيرة، رواندا إلى البارح رجعت للهوية. تقوية الهوية، الاعتزاز القيم والاعتزاز بالأخلاق هو جزء من التطور الديمقراطي اللي خصنا ندافع عليه. ولكن أن نعجب بلغة هذا شيء، ولكن نتحدث بها دائما من قلب يعني جامعاتنا ومن قلب برلماننا فهذا لا. الرئيس الفرنسي اليوم تحدث باللغة الفرنسية، هو يعتز بلغته، ونحن أيضا نعتز بلغتنا العربية واللغة الأمازيغية. هذا هو اللي بغينا، وهذا هو اللي بغينا تعملوا له أنتم كجيل جديد وكشباب، لأنه المستقبل لكم أنتم، ويجب أن تعوا الأهمية الاستراتيجية للمغرب، وتعوا أيضا على أن هذا المغرب يجب أن نعمل على تطويره وعلى تقويته، وتقويته هي أننا دائما نكون موحدين ونكون كلمة واحدة. نختلف، ننتقد، هذا الشيء طبيعي، نعترف بالأخطاء ديالنا، بالمشاكل ديالنا، هذا الشيء أيضا جميل جدا، لأنه لا يجب أن نجمل ما ليس جميلا، ولكن يجب أن ندافع من اللي كتكون القضايا الاستراتيجية. كنساو كل شيء وكنتوحدوا وراء صاحب الجلالة.